أولا أرحب بالمهتمين والمتابعين للثقافة الكورية والأدب الكوري عموما في المركز الثقافي الكوري. أنا محمود عبد الغفار، أستاذ الأدب الحديث والمقارن المساعد بقسم اللغة العربية بكلية الآداب جامعة القاهرة، ومدير إدارة التحرير بالمركز القومي للترجمة. عند سفري إلى كوريا كان الأمر مرتبطا ب معرفة أو البحث عن هوية الأدب الكوري تحديدا بحكم تخصصي، وآنذاك في حتى 2005 لم يكن قد تم افتتاح قسم اللغة الكورية بكلية الألسن، وشعرت آنذاك بضرورة أن أساهم ولو بشيء بسيط في نقل هذا الأدب إلى المهتمين بالثقافة الكورية في ظل الموجة التصاعدية لما كان يسمى آنذاك بالنمور الآسيوية بشكل عام. وبالتالي سعيت قدر ما وسعني الجهد إلى أن أنقل ما درسته من جانب، أو ما أتيحت لي فرصة ترجمته بالمشاركة مع أساتذة كوريين أو منفردا فيما بعد. عادة أنا لا أختار الكتب التي أترجمها، يمكن أن أقول هي التي الكتب المترجمة هي التي تدعوني أو تختار أن تتحدث إلي. مقولة شبيهة بما أؤمن به دائما حول مسألة الحظ يأتي لمن يبحث عنه. الإنسان يكون مشغول بفكرة ويطارد هذه الفكرة حتى لحظة معينة، ممكن في سيمينار علمي أو في مؤتمر أو في ندوة يذكر اسم كتاب يتناول فكرة معينة، أكون مشغولا بشكل ما بهذه الفكرة، أسعى إلى هذا الكتاب. إذا فتحت الكتاب ووجدت عبارة أو على الأقل لها تأثير معين عند التلقي، على الفور يعني أشرع في القراءة، وإذا انتهيت من القراءة وجدت أن هناك في هذا العمل ما يمكن نقله إلى الثقافة العربية للمعرفة والإفادة، يعني أجهز أو أشرع للقيام بترجمته يعني فيما بعد. الأدب الكوري في السنوات الأخيرة خطى خطوات واسعة قريبة جدا من الخطوات الواسعة أيضا على المستويات الاقتصادية والتكنولوجية بشكل عام. يعني لا يخلو منزل عربي من يعني منتج تكنولوجي كوري بشكل عام، الدراما والأغنيات الكورية، والآن أيضا حركة الترجمة الواسعة من الأدب الكوري تتزايد باستمرار. الأدب الكوري فيه من الاستقلالية والحرية لمقاومة القمع والكبت والقهر ما يجعل أو ما يشجع الأدباء الكوريين كبارا وصغار على أن يكتبوا كل ما يعني لهم من أفكار دون تردد. الأدب والحرية لا يفترقان، إذا توارى الكاتب خلف أستار معينة خوفا من بطش السلطة أو من قمع مجتمعي معين تتأثر كتابته وتتلون، ومن ثم تفقد مصداقيتها لدى التلقي. الثقافة الكورية عموما تشجع على حرية الرأي حتى وإن كان مختلفا، وتشجع على قبول الآخر، ومن ثم الأدب الكوري يتسم بهذه المرونة التي تستطيع أن تكشف قبح الواقع، وإن بدا للآخرين أنه واقع جميل. قد يبدو الواقع الكوري للمتابعين أو للقراء أو المهتمين بالثقافة الكورية أنها بلد جميلة وراقية، وهذا حقيقي، لكن الأدب يدخل إلى أعماق الثقافة الكورية ويعبر ويعني يرفع الأغطية عن المطمور الذي ربما لا تستطيع العين الغريبة سواء كانت مقيمة في كوريا أو تقرأ عنها أن تصل إليها، بحثا عن شيء أرقى. وهذا هو الذي في رأيي يدعم رواج الأدب الكوري، هو بحثا عن الإنسان أينما كان بغض النظر عن جنسيته أو لونه أو عرقه أو عقيدته الدينية. هذا النجاح في الانطلاق من الخاص إلى العام هو الخاص جدا بالثقافة الكورية إلى العام جدا الإنساني، هو الذي يكسب الأدب الكوري الآن رواجا كبيرا في البلاد العربية وفي العالم بشكل عام.
أتصور هناك تشابهات فيما يتعلق بالانتقال من الخصوصية المحلية كما فعل مثلا نجيب محفوظ، وهذا أحد أسرار حصوله على نوبل، إلى يعني ما يتماهى مع الإنسان أينما كان. الاختلافات منبعها الأساسي في مسألة الحرية. أذكر هنا في دراسة منشورة لي عن تساؤلات طرحت بين عدد من الكاتبات الكوريات وعدد من الكاتبات العربيات حول لمن تكتب المرأة وماذا عن ماذا تبحث وكيف تتشكل لغتها. توسعت جدا بهذه الدراسة لأتناول كاتبات عربيات شهيرات من بلدان مختلفة، من البحرين والكويت والمغرب ومصر وعدد من الكاتبات الكوريات. كانت الإجابات وكانت النتيجة مدهشة ومختلفة، لأنه كم الحرية الممنوح للكاتبات الكوريات جعل الكتابة مختلفة، والقدرة على خوض غمار أي موضوع بغض النظر عن العواقب الاجتماعية المترتبة على طرح هذا الموضوع أو على طرح هذه الأفكار أو عواقب عقائدية أو حتى سياسية. تقريبا في الثقافة الكورية لم تكن هناك معاناة أمام الكاتبات، في حين أنه كل الإجابات من الكاتبات العربيات أو معظمهن كانت إجابات أنه الحياة التي يصنعها الإبداع كانت بديلا لمعاناة الحياة الواقعية للفتيات اللائي لم يستطعن أن يعبرن بحرية عن خصوصيتهن في الإبداع كما يفعل الرجال بشكل عام. الواقع السياسي والتاريخي بين مصر وكوريا تشابه جدا في العصر الحديث، يعني الاحتلال البريطاني في مصر، الاحتلال الياباني في كوريا، خروج هذا الاحتلال، انفتاح حركة ترجمة من اللغات الأوروبية إلى العربية، نفس الشيء حدث تقريبا من ترجمات الأدب العالمي إلى اللغة الكورية. هذه الترجمات أثرت الأدبين، الأدب العربي أو في مصر والأدب الكوري بكل تأكيد. لكن الفارق الوحيد الذي لمسته، وهذا أيضا في دراسة عنوانها المدينة والشعر، يعني أدعو المهتمين بالقراءة عن الأدب الكوري أو عن تاريخ الأدب الكوري أن يطلعوا عليها، ارتبطت أو خرجت بأنه التأثير الواضح والكبير للأدب الغربي على الأدب العربي كان أكثر بروزا من تأثير الأدب الأوروبي على الأدب الكوري. الشعراء والكتاب الكوريون قرأوا واطلعوا على هذه الترجمات وتأثروا طبعا بدون شك، لكن عندما كتبوا يعني يمكن أقول بمثال أضربه دائما للطلاب، أنه كانوا يرون العالم من خلال نظارة الترجمة، لكن عندما يكتبون كانوا يضعون هذه النظارة جانبا ومن ثم يرون الواقع الكوري حتى ولو تحت تأثير الموضات الأدبية. الأدب مثل الملابس وكل شيء، هناك نظريات تظهر وأشكال كتابة تظهر يجربها الكتاب ويعجبون بها. الفرق بين في رأيي المتواضع بين الأدبين هو أنه الكاتب العربي عادة كان يرتدي هذه النظارة ويتشبث بها حتى وهو يتناول موضوعات محلية. الكتب الكورية كثيرة يمكن أوصي بقراءتها على المستوى التاريخي المرتبط بالبحث عن جذور الإنسان الكوري ومعاناته في الواقع سواء في القديم أو الحديث. هناك مثلا كتاب مهم صدر في المركز القومي للترجمة، هو ترجمة لنامجوا بوك أو الشمال والجنوب، وترجم بالعربية إلى أماكن خالدة، وهو ديوان شعري ضخم يتحدث عن طموح أو حلم الوحدة بين الكوريتين. وأتصور أنه ما كان يقوله الشاعر الكبير في قصيدة الأخيرة من الديوان عن الحل، هل ستتحد الكوريتان في لحظة ما، هو كان يقول بتعبير ظريف جدا في قصيدته الأخيرة عن عنوانها كان خط الهدنة، أنه الجهود السياسية والدبلوماسية كل هذا أمر جميل وطيب، لكن الحل هو أنه في النهاية سيتسع هذا الخط ويتمدد حتى يبتلع الشطرين الشمالي والجنوبي معا. وهذا يعني رمزيا الرهان على الطبيعة. هناك قصائد كثيرة كانت تتناول مسألة أنه رغم الحواجز السياسية والاختلافات بين البلدين وعدم القدرة على المرور، لكن الفئران تمر تحت السلك الشائك والطيور تطير، وحتى الجثة العائمة من باب السخرية التي جاءت من الشمال إلى الجنوب
ودفنها أهل الجنوب، لأنه مواطن كوري في النهاية إن طلبها الشماليون سيعيدونها إليهم بكل سلام. ديوان رحلة إلى سيول سانغ هينغ للشاعر الكوري الكبير كيم جونغ يو، وأيضا مترجم إلى العربية، ديوان راقي جدا ويتحدث عن التغيرات الاجتماعية التي ترتبت على انتقال كوريا من مجتمع زراعي إلى مجتمع صناعي وتكنولوجي، وفي قصائد بديعة جدا جدا. رواية النباتية رواية يعني قاسية وصادمة، لكنها تعري العنف البشري وتطرح مفهوم الحرية. هل الحرية البسيطة جدا ليست حرية قول الرأي السياسي، ليست حرية أن تختلف مع الآخرين عقائديا، لا، حرية السؤال المطروح باختصار: هل أنا أمتلك جسدي؟ هل لدي حرية أن أمتنع عن طعام معين من الأطعمة، خصوصا المرأة؟ الإجابة حسب ما جاءت في الرواية أنه مع الأسف أحيانا ليست لدينا هذه الحرية من امتلاك الجسد أو امتلاك الذات. الرواية قاسية وعنيفة، ومع ذلك أنا تعلمت منها الكثير واستفدت منها كثيرا، وأرشحها للقارئ العربي أو القارئ المصري على وجه الخصوص. في السنوات الأخيرة تزايد عدد أعداد الكتب المترجمة، سواء من الجانب الكوري أو من الشباب العربي خريج أقسام اللغات الكورية في مصر وفي بعض البلدان العربية، أو يعني أنا يجذبني أكثر الترجمات الشعر، ولكن نسبتها تقريبا يعني ممكن 10% أو أقل. الأعمال الروائية كثيرة والترجمات فيها يعني لطيفة جدا، لكن أنا يعني اختياراتي أو تفضيلاتي الأكثر تكون حول الشعر. وهناك فيما أتصور نقص، يعني مؤخرا هناك ديوان الأمل وحيدا مع دار صفصفة، وأعتقد معظم هذه الكتب التي نذكر عناوينها يعني إن شاء الله موجودة في معرض الكتاب. يعني أدعو المتابعين والمهتمين بالأدب الكوري أن يبحثوا عنها ويطلعوا عليها. وأيضا رواية المولودة عام 1982 من الترجمات المقروءة والجيدة في تصوري. وهناك ترجمات وأعمال أخرى في مركز الترجمة، المدينة اللعبة مثلا، والقزم يطلق الكرة الصغيرة، وترجمات أخرى يعني متاحة. وأتصور أنه هذا الازدياد مع الوقت شيء ثري ويقرب الأدب الكوري للثقافة العربية أكثر. الترجمة عمل شاق جدا، يتطلب الوقت والجهد والإعداد. الترجمة ليست مجرد إمساك بكتاب وبحث عن كلمات والانطلاق في نقل المحتوى. الترجمة كما ينبغي أن تكون هي إحداث الأثر الذي يتركه العمل الأصلي في القارئ الأصلي إلى العمل الهدف في القارئ المستهدف. وبالتالي هذا الأمر يتطلب فهم النص الأدبي فهما جيدا، والإعداد حتى في ترجمة المعارف الإنسانية بشكل عام. عمل صعب وشاق، ومن ثم يتطلب تفرغ ويتطلب مقابل مادي مناسب للمترجم حتى يتشجع على مواصلة العمل. أتصور أنه وجود منح تفرغ للشباب المترجمين ووجود دعم مادي لائق حسب مدة الترجمة 3 أشهر 6 أشهر أحيانا سنة سيثري حركة الترجمة وينشطها، إلى جانب الورش الترجمية التي يجب أن تقوم بها المؤسسات المعنية ولو مرة في العام، ليتعرف المترجمين الشباب على المشكلات التي يعانون منها وكيف يتغلبون عليها من خلال الأساتذة أو الخبرات الأكبر في تعاملها مع هذه الموضوعات بشكل ما. حركة الترجمة من الشباب المصري والعربي للأدب الكوري إلى العربية حركة مزدهرة، وهذا شيء يدعو للأمل والتفاؤل، وأنا أشد على يديهم وأيديهن، لهن الغلبة يعني مقارنة بالشباب. أرجو أن يكون هناك اهتمام أكبر بمعرفة الأنواع الأدبية والقراءة في نظرية الأنواع الأدبية وقراءة الأدب العربي بعمق أكبر، لأنه نقل المحتوى الثقافي ونقل المحتوى الأدبي من لغة إلى لغة كما قلت
ليس لا يتوقف فقط على إجادة اللغة، إتقان اللغة. وأنا أعرف أن معظم هؤلاء الشباب إن لم يكونوا جميعا يتقنون الكورية جيدا، هذا أمر طيب وهذه أداة أساسية، لكن المعرفة بالأنواع الأدبية العربية وبتاريخها وتشكلها والقراءة في نظريات الأدب والنقد الأدبي، هذا كله يساعدني في أن هذه الهبة أو هذه الهدية التي حصلت عليها وهي معرفة لغة وإتقانها جيدا، تتيح لي معرفتي بأدبي وبلغتي وإتقانها، إيجاد القالب المناسب لنقل هذا المحتوى من مكان إلى مكان ومن بلد إلى بلد ومن ثقافة إلى ثقافة. أشبه بي أنا عندي قطعة لؤلؤ أو زمرد أريد أن أنقلها إلى محتوى مقابل في الثقافة العربية، إذا وضعت صلصال أو طين فقدت ميزاتها وقيمتها. فالذي يساعد الشباب، شباب المترجمين على هذا، هو القراءة في الأدب العربي جيدا ومعرفة الأنواع الأدبية وسماتها وتشكلها وامتلاك ناصية اللغة العربية. لا يمكن أن أدعي أن هناك مترجم جيد لغته العربية أو لغته الأم ضعيفة، فأنا أدعوهم وأنا عندي ثقة كبيرة، وما نقرأه من نشاط ترجمي لهم يدعو شيء يدعو للفخر بهم دائما. كان عندي فرصة أكثر من مرة عبر دعوات من معهد ترجمة الأدب الكوري في ورش ترجمية تنظم سنويا تقريبا، ولكنها توقفت مع الأسف مع بداية الكورونا في 2020. هذه البرامج لمساعدة المترجمين الأجانب وتقديم أو فتح الأبواب عن قرب لمعرفة الأدب الكوري، وهذا شيء مهم جدا جدا. فتح نوافذ الأدب الكوري للمترجم الأجنبي سواء كان مقيما أو بعد أن عاد إلى بلده، وتعريفه بمستجدات الكتابة سواء في الشعر أو المسرح أو الرواية الكورية. وهذا البرنامج عادة ما يختار كل مترجم كاتبا أو كاتبة وعملا ويقدم عليه قراءة خلال فترة الورشة التي تستمر أحيانا من أسبوعين وتمتد لثلاثة أشهر، وبعض الورش أو بعض البرامج ربما تصل إلى ستة أشهر، وهذا أمر راقي جدا. في هذه الورش أو في هذه الورش مثلا أنا قابلت الكاتبة التي لم تكن آنذاك قد حصلت على جوائز أو أي شيء في 2014 كهانجانج، وهي كاتبة يعني متواضعة وبسيطة، ولكن لديها من الخبرات والمعرفة بالثقافة والمعرفة والقراءة عن الإنسان ما يجعلها تمتلك أضعاف عمرها الحقيقي. كانت تقول دائما عن خلال هذا البرنامج مثلا وقبل أن تصبح كاتبة مشهورة، عندما سئلت عن لماذا تكتب وكيف تكتب ومتى تنتهي من الكتابة، فقالت أنا أذكر هذا جيدا، إنها تكتب بدافع من سؤال تبحث له عن إجابة، وبمجرد أن تنتهي أو تنتهي محاولة السعي لاكتشاف الإجابة يكون هذا العمل تقريبا قد انتهى، ومع نهايته تكون قد تكشفت بواكير سؤال آخر. وكانت تقول وهي تكتب وتتحدث عن النباتية آنذاك، وهي تتحدث عن رواية عن العنف الجسدي والعنف البشري، كانت تقول إنها تجهز لعمل يتجاوز ذلك إلى مسألة العنف اللغوي، لدرجة أنه سيكون هناك عمل عن الشخص الصامت الذي لا يتحدث أبدا. هذا في النباتية كانت البطلة تتوقف عن كونها إنسانة ولا تأكل وتريد أن تصبح شجرة وتتماهى مع الطبيعة. لدينا الآن انتقال عنيف جدا جدا ورفض للكينونة البشرية، الإنسان أولا يرفض جسده المهان الذي لا يملكه، الآن هو يرفض أن يتحدث وأن ينطق اللغة لأنها تجرح وتهين. فهذه هذا النوع من البرامج التقيت خلاله بعدد كبير من الكتاب والكاتبات، وكان له فضل كبير في أن يعني أختار عدد أو أنتقي عدد من الكتب أيضا التي يعني عملت عليها أو إن شاء الله أواصل العمل عليها في المستقبل. عندي مشروع عن كتابة تاريخ الشعر الكوري حول تاريخيته أو بدايته وسماته الخاصة عند تشكله، ويبدأ من بداية العصور أو ما قبل الممالك ثم مروراً بالممالك الكورية وانتهاءاً بتقريباً تسعينيات
القرن الماضي، مادة ضخمة تحتاج إلى عمل كبير، لكن يعني الله المستعان. عندي مشروع آخر استعرت عنوانه من كتاب لطيف جدا للناقد والصديق العزيز الصحفي الأستاذ إيهاب الملاح، اسمه مشغبات مع الكتب. فشجعني هذا لي أن أصنع مشغبات مع كتب كورية، وجدت أن معظم الترجمات تدور في سياق الرواية تحديدا، وقليل من الترجمات عن الشعر، ولكن هناك إصدارات كورية يعني كثيرة ومهمة جدا تتناول المجتمع الكوري بشكل لطيف وتنطلق منه إلى الإنسان بشكل عام. مجموعة من الكتب خلال 4 أو 5 سنوات اطلعت على بعض منها، وهناك ما يشبه المراجعات أو تلخيصات لهذه الكتب التي أريد أن أقدم بعضا منها للقراء العرب بشكل عام. مثلا على سبيل المثال، هناك كتاب لراهب بوذي شهير جدا اسمه باب نيون. هو راهب مشهور، راهب بوذي وناشط سياسي، وقبل سنوات هو كان يخصص جزء كبير من وقته لمقاومة الأوبئة والأمراض قبل أن يعني نجد في العالم ما يسمى الآن بالكورونا. وهذا الكتاب عنوانه السعادة عند باب نيون، أو مفهوم السعادة لديه. كتاب لطيف جدا يغوص في أعماق الإنسان ويجعلنا نتساءل منطلقا من الأفكار البوذية، هل السعادة في الأشياء المادية أم أنها داخلنا ولكننا لا ندري. كتاب طريف آخر أعجبني جدا جدا للرئيس الكوري الحالي مون جين، وعنوانه كما يعني أخرجه محرره مون جين هيم، قوة مون جين. وعنوان الأساسي للكتاب سرام منجدة الناس، أو سرامي منجدة الناس أولا. يتناول فيه أو جمعت فيه كل الشعارات الانتخابية والجمل الدعائية التي ألقاها في 2012 في مرحلة أو فترة الانتخاب الأولى التي لم يوفق فيها، ثم بعد أن تولى سدة الحكم جمعت هذه المقولات وكأنها تطرح على الرأي العام لكي توضع موضع الاختبار، هل سيقول أو سيحقق الرئيس ما قاله من وعود. جمل راقية جدا تنم عن ثقافة وعن احترام للإنسان، ومنها الجملة التي أحب أن أكررها دائما عندما قال لا يوجد مجتمع سعيد أو بلد سعيد لا يكون فيه كبار السن سعداء. أخيرا أأمل أن تكون هذه يكون هذا اللقاء قد يعني قدم شيئا طيبا ومفيدا لمحبي الثقافة الكورية وكذلك المهتمين بالأدب الكوري، الذين يعني أدعوهم دائما لمتابعة المركز الثقافي الكوري وما يصدر عنه من أنشطة، وكذلك أدعوهم لمتابعة معرض القاهرة الدولي للكتاب القادم، ويعني اقتناء الترجمات الكورية التي تقربهم من الثقافة الكورية لهذا البلد الطيب الذي يدعمنا وندعمه منذ وقت طويل. شكرا جزيلا على يعني حسن استماعكم، وبالتوفيق دائما بإذن الله.